عودة إلى ضيفاتنا شيماء الملا وهبة بن سلامة. شيماء، أنت تخصصتي في الإعلام والاتصال، وبشهادة معدتنا المعدة مدري تقول أن أنت كنت من الطالبات المتميزات. الحمد الآن لله. متميزة أنا في الإعلام والاتصال، لكن الآن أنا مشرفة على نادي رياضي الأطفال. شو اللي خلى شيماء تنتقل من هذا المجال إلى هذا؟ أو شو اللي ربطهم مع بعض وشو استفدتي من هذا الربط؟ الإعلام رياضة بالرياضة الأطفال. أو بالنادي، خل أقول يمكن بداية ليش إني أم وعندي 4 عيال، صح، فمصلحتهم تهمني. أوكي، الشيء الآخر، أي نعم، أنا تخصصي إعلام. نعم. أوكي، في مجال الإذاعة والتلفزيون. بعد حلو، إذا ناخذ معنا شراب غفير، هذا شراب من معانا لازم والله تشرف. بس اللي خلاني اتجه الى على قولتهم مجال اخر، عندي رساله ابي اوصلها، ان بدايه الامور دائما تبدي من الغرسه الاولى. اوكي، اذا عندنا جيل واعي صحي، مستقبلا ممكن هذا الجيل ينتج ويعطي شيء للبلد. ملينا واحنا ناخذ ناخذ ناخذ، ما حد فينا سأل نفسه انا خذيت، طيب شنو انا اعطيت؟ يعني انا ماني مثالية، بس هذا واجبنا تجاه وطننا وتجاه المجتمع. يعني انا اناشد صراحة الشركات او المؤسسات الدولة او الخاصة يخصصون، الغالبية انا اعلم ان يخصصون جزء من ميزانيتهم حق الاعلانات. طيب اعلان الكل يبي يربح، ما حد يبي يطلع خاسر، بس ليش ما يصير وين وين سيتويشن؟ صح، تعطيني واعطيك، افيد انا اربح وانت تربح، وبالنهايه الجانب الثالث هم استفاد اللي هو المجتمع. اكيد صح، بالتاكيد بالتاكيد. شيماء، الان يمكن من خلال التقرير اللي شفناه يمكن جمعت ما بين المرح وما بين الرياضه، فبالتالي هو طبعا مهم خاصه انهم اطفال، كل ما كان يمكن شعروا بان وهم يتسلقون يبذلون هذا الجهد يمكن هذا خليهم يتمسكون بزياده، ينمي بينهم شغلات كثيره كتنافس بينهم كاطفال. فبالتالي شلون قدرت تفكرين بهذه الفكره بان خليني انا استثمر المرح ما بين الاطفال لانهم في سن صغير، وبان تكون بالفعل هذه هي الرياضه المحببه لهم؟ شوفي، الامور كلها طبعا ما هي عشوائيه. خذينا احنا تقريبا اكثر من سنه ندرس المشروع كمشروع، هل مجدي او غير مجدي، شنو الدراسات الجديده اللي في العالم موجوده، شنو النصايح اللي قبل نسبقونا فيها ان كانوا في المجال الرياضي او في مجال علم النفس او غيره. فبالتالي لما كوننا الريسيرش مالنا للمشروع، من بعدها نفذناه على ارض الواقع. فبالتالي يعني لازم تشوفين جمهورك شنو يبي، ولازم تنزلين حب، يعني انا شخصيا مستواهم عشان تعرفين هم شنو يبون. يعني اخر مرحله الدراسه مالتنا، انه يعني المشروع وفكرته واسمه وشعاره، كنت قاعده مع عيالي ومع اصحابهم، صحيح تبون كذي ولا تبون كذي، ايش رايكم هذا ولا هذا؟ عارفه شيماء، يمكن احنا ككبار عشان نلعب رياضه لو رحنا للنادي بهدف باني انا ابي اخسس نفسي، وبالتالي الفكره في ذهني مرتبطه بشيء صعب، راح متعبه وممكن اروح وانا زهقانه، يعني شعره بان في مقصوبه. هي الرياضه، شوفي انا دائما يقول لي بيتر وزوجته كانت مدربتي، تقول سبورتس اتس فن سمايل. صح، هاف فن، يعني استانسي، استمتعي، استانسي وابتسمي، كون علاقات حتى مع المجموعه اللي في. بالضبط. طيب هبه، ما شاء الله تملكين مشروع مركز تغذيه، يعني خطوة جميلة جدا بعد ما درستي الدراسة الأكاديمية. طبعا أنا أفتخر من جامعتي أوريغون ستيت يونيفرسيتي، وما شاء الله خذيتي الماستر من جامعة في بورتلاند، أوريغون هيلث أند ساينس. صح. طيب لو تكلمينا عن هالمركز هذا، شنو أقسامه؟ طبعا انا يوم خذيت من اوريجن هيلث ساينس يونيفرستي، خذيت الماجستير، تعمقت وخذيت سيرتيفيكت زياده، فخذيت حق البيدياتريك الاطفال، الاوبيسي طبعا في السمنه، وبعدين تعمقت في الانكولوجي بالكانسر، وهم في الغده والاشياء الثانيه. طبعا في حتى مؤسستي سميتها لوزت، يعني ما حبيت اني اتكلم عن الرجيم او الدايت، بس لان الناس
ينسون ان الدايت والغذاء والنظام الغذائي مو بس حق الرجيم، لا حتى حق امراض معينه، حق الشيء الله يكافينا شر، حتى الصحه ككل. فحطيت الات عشان تدل على اشياء ثانيه، يعني انه حق الامراض حق يعني مو بس ثانية. الوزن في اشياء ثانيه تحاولين تخسرينها. فعندي قسم الانكولوجي اللي هو الشين، عندي قسم الحمل الحوامل، وعندي قسم الاطفال وغير طبعا الادوات. طيب اذا الاطفال لهم مكانه وحيز في هذا المركز؟ الحمد لله والله نسبتهم عاليه. كلمينا عنه اكثر هبه، شلون تخدمين الطفل من خلال هذا المركز؟ طبعا نسبه الاطفال عندي عاليه انا في المركز الحمد لله. واحب ان هم يوني، يعني ما شاء الله لا اله الا الله، يجيك طفل هو يتكلم، هو يقول لي انا ابي اضعف لان اليهال يطفروني، ولا انا ابي اسمن لاني انا ما اقدر اطقهم، ولا ما ادري. انا طبعا يعتمد في طبعا اكثر الناس اللي احسهم وايد اساسيين عندي بالنسبه لي ما بين السنتين الاربع سنوات. هذا العمر لا، عندي هم اكبر، عندي هالعمر هذا لان بدايه تكون الخلايا الدهنيه بالجسم، فهني هذا كريتيكال، هذا مهم واساسي ان نشتغلين عليهم. بعدين تيجي الفئه الثانيه اللي ما بين 9 سنوات و11 سنه، هني وقت الدخول لسن المراهقه ومرحله المراهقه والبلوغ، وتبدي الهرمونات تتغير وتبدي الجسم يعني الطفل شراهيته تكبر. فهل هالمرحلتين عندي انا وايد اساسيين تنصحينهم دائما؟ طبعا في اللي من سنتين الاربع سنوات وبدايه تكوين الخلايا الدهنيه دائما احرص على نوعيه الاكل، خصوصا للطفل يكون شويه صغير، فان نحاول ان الجنك العناصر فود العناصر الاساسيه تكون متواجده. بس بالتسع الى 11 سنه التحكم فيهم شويه اصعب، لان خلاص كونوا وهم شنو يحبون، شنو يبون، شنو كل شيء، فاقعد اتناقش معهم، اقعد معهم اشوفهم هم شنو يحبون، شنو مجتمعهم، شلون مدرستهم، شلون البيت. فما امنعهم مره واحده، لا احط اشياء اللي يحبونها، بنفس الوقت اوعيهم ان هالاكل هذا افيد لكم، والفاكهه والخضرة افيد لكم، الماي انا ودي نقطه وايد اساسيه، اطفالنا ما يشربون ماي، اطفالنا يشربون عصير. العصير غلط، العصير يعني حتى العصير ترى الناس يقولون لا خلي يشربون عصير ولا بيبسي، بس العصير كله مواد حافظه كله سكريات، بعضهم مواد ملونه. او عليك نور، وليش ما احط ماي على الغداء؟ ماي انا هذا اللي انا اللي حتى يوم رحت مع الامم المتحده حق قسم اليونيسف وقدمنا دوره وكانوا يطلبوا مني اني اخذ يعني مثل التقرير النهائي، هذا اللي توني خلصته السنه، اكتشفت انه ما يشربون ماي والعصير اساسي، هذا ضاق خلقي عليه لان السعرات الحراريه زايده فيه. صح. سو الحين كونكم امهات يعني طبعا اكيد الطفل بي لكم يبي ياخذ يعني ياكل وجبه سريعه، وانا طبعا مو مع المنع تام يعني ممكن انا اعطيه